السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتتبعين المتتبعات القناة الأعزاء الغالين على قلبي، خوتي وخواتاتي المغاربة، تحية لكم من هذا المنبر. الله يحفظكم يا ربي، آمين. واحد المثل تيقول لك أنا من هم دادي هو يقلع فتادي. أي واحد دار فينا الخير في عز الأزمة ديالنا ما نقروش له الجميل ديالو، ميمكنش. في عز الأزمة جا واحد الإنسان ولا واحد الإنسان ومدت لينا يديها بأنها تساعدنا وتعاوننا، وداك الشي اللي كان أخوتي، وفي الاخر نكروا الجميل ونديروا بحال ما قدمش لينا يد المساعده. وهذا الشيء اللي وقع للصحفي طبيعه الحال المتمكن في المهنه ديالو، الصحفي اللي عن حق صحفي ماشي باسم بل عن حق اخوتي المتمرس في المهنه نتاع الصحافه. تحيه لي من هذا المنبر الاخ يوسف، اللي كنا بطبيعه الحال اول ما شفنا هاد القضية اللي ولات قضية رأي عام، وهاد الملف اللي تعرض على المغاربة، خرج من المنبر بطبيعة الحال. وما نساوش هذاك اللقاء اللي بطبيعة الحال مس قلوب المغاربة من خلال الصحفي المتمكن الأخ يوسف، مع الأم نتاع الطفل الأكرم، مع العائلة ديالو، ولا العائلة كذلك نتاع اللي خطفتها الطفل هذا. يعني واحد الصحفي اللي ما شاء الله الأسئلة دياله في المحل ديالها، وكيفاش متمرس ما شاء الله في الأسئلة، وكيفاش يبغي يوضح، وكيفاش يتبع الخيوط نتاع أي قضية عرضها من خلال المنبر دياله بحق أخوتي. والأطوار نتاع القضية كلها ستوضح لك الأمور بطبيعة الحال أنت كمتتبع أو متتبعة. هنا نهار خويا يوسف طبيعة الحال خرج هاد القضية هادي ومشاو دار لقاء لا مع هاد العائلة ولا مع هاد العائلة، مسات قلوب المغاربة. المغاربة كلهم تألموا، المغاربة كلهم ولاو تيقلبوا على الطفل الأكرم دعوات. كذلك كيف قالت الأم، أي واحد شاف ولدي ولا شاف هاد السيدة يعلمني أو يعلم السلطات. داكشي اللي كان أخوتي نهار شافها واحد المواطن، تحية لي من هذا المنبر، كان كيف تنقولو الرجوع نتاع الطفل الأحضان نتاع العائلة ديالو. يعني هنا شكون السبب في هاد القضية حتى تولي رأي عام؟ خويا يوسف تحية لي من هذا المنبر. يعني هاد العائلة نتاع الطفل هذا كيفاش بعدات هاد الصحفي اللي كان هو الأول منبر جدار معاهم اللقاء الصحفي، ومن خلاله رجعت هاد القضية رأي عام، وفي التالي ما نشوفوش نهار الرجوع نتاع الطفل الأحضان نتاع الأسرة ديالو. يعني هنا بزاف نتاع الأسئلة، بزاف. علاش هاد العائلة قساس هاد الصحفي هذا؟ علاش هاد العائلة بغات تبعد هاد الصحفي هذا من هاد القضية هادي اللي بطبيعة الحال أول واحد عرضها هو؟ علاش بغات تبعده؟ حيت صحفي متمكن، حيت صحفي تتبع الخيوط حتى تيجيب الحقيقة، وبطبيعة الحال تيشاركها مع خوتو وخواتاتو المغاربة بكل مصداقية، ماشي بحال المنابر أخرى التافهة اللي تتسمي راسها أنها منابر وأنهم عندهم صحافة خوتي. في الوقت اللي تنشوفوهم كاين واحد المنبر اخوتي تاع الشوهة والتفاهة، وتيحسب عند روسهم هما بالله راه صحافة، هما غير منبر نتاع الشوهة والتفاهة. بطبيعة الحال حنا كنا عارفين هذا المنبر هذا، وخادي ماشي القضية ديالنا، ولكن كاين اخوتي منابر اعلامية اللي تتعد على الاصابع نتاع اليد بطبيعة الحال، فيها صحافة ما شاء الله متمكنين في المهنة ديالهم، ومن ضمنهم الاخ يوسف. هنا اخوتي نهار كان غيرجع الطفل الاكرم الاحضان نتاع الاسره ديالو، اول واحد غتكون عنده هذا السبق الصحفي، وغيتواجد كمنبر اعلامي، وغيكون اللقاء الصحفي اول لقاء صحفي والطفل في الاحضان نتاع الاسره ديالو طبيعه الحال من خلال المنبر نتاع الاخ يوسف. ولكن هذا الشيء ما شفناش. شفنا الاخ يوسف انه تقصى نهار الرجوع نتاع الطفل الاكرم، ومنابر اخرى هي اللي خاطت هذا السبق هذا. هنا بطبيعة الحال المغاربة ما عجبهمش الحال، وناضوا بطبيعة الحال وما سكتوش. تحية ليهم القنوات، أي واحد هضر في هذا الموضوع هذا نتاع الأخ يوسف، علاش تقسم هاد القضية هادي نتاع الطفل الأكرم، وعلاش العائلة نتاع الطفل الأكرم بغات تقصي الأخ يوسف. المهم اخوتي خرجوا باعتذار، ماشي حيت هما بغاو، مرغمين اخوتي، حيت المغاربة بطبيعة الحال ما سكتوش ليهم على هاد القضية هادي.
الاخ يوسف طلع في المنبر ديالو وقال المسامح كريم وانا قبلت الاعتذار ديالهم وهدرت مع هاد الاسره، والقلب الكبير والتمغربيت والمغربي فرح بزاف بطبيعه الحال الرجوع نتاع الطفل، وهذا الشيء اللي كان من اول لقاء داروا معاهم هو سيطلب ان هاد الطفل يرجع بخير وعلى خير وما يكونش واقع له اي حاجه خايبه. اه اخوتي وفرحان وهذا، وبطبيعه الحال راه وجه لهم واحد الكلمه راه غيقول كل حقيقه في هذا الملف هذا، وبطبيعه الحال الاطوار نتاع التحقيق في هذا الملف مع هذه السيده هذه راه غيتابعها بخطوه بخطوه، واي حاجه كانت واي طرف متورط وراه وجه واحد الرساله اخوتي والفاهم يفهم، اي واحد متورط في هذا الملف راه بطبيعه الحال غادي يطلع وغادي يصرح بالامور اللي كاينه في هذا الملف. ولكن انا شفت اللقاء كذلك نتاع الام نتاع هاد السيده اللي خطفات هاد الطفل هذا، الام اللي طالعه بطبيعه الحال وبقات فيها بنتها وقالت ان بنتي ساكته ومصدومه، وهذا الشيء سمعناه ان السيده مصدومه، وقالت ان بنتي ما عرفتش شنو طاري بها، وبنتي الفلوس كاملين راه باقيين، وقالت كذلك ان في الكونت ديالها 26 مليون، وقالت ان بنتي حتى انا خدت لها واحد الامانه عطيتها ليها وقالت لي انني غادي نفرح بها ونشري ليه دار، مع ان البوات قال لا راه واحد الكونترا ده، يعني هنايا بزاف نتاع الاقاويل اخوتي خرجت، قال الاب ان راه بنتي قالت لي كونترا ده وخصها تحرك الكونت ديالها. ولكن انا بغيت نسول واحد السؤال، هاد السيده هادي بغات تاخذ واحد الكونترادا وبغات تحرك الكونت ديالها، علاش ما خدتش هذيك الكونترادا من بعد ما حركت الكونت ديالها؟ علاش اختطفت هاد الدري هذا؟ وعلاش توجهت به لمدينه مراكش؟ قالت هي بغات تحرق ولا ما نعرف شنو، علاش زعما ما مشاتش في هاد الخطوات اللي هي قالت؟ علاش خطفات هاد الطفل هذا وتوجهت به لمراكش وجلست تتسعى به؟ يعني هنا خوتي راه بزاف نتاع الحوايج باقيين مخبيين، هي لازم الصمت وما هضرتش وما دواتش. واش هاد الصمت اخوتي بطبيعه الحال اللي هي صامته، واش نهار غادي تهضر غيكونوا مفاجآت اللي غادي نصدموا بيهم؟ وعاود تنسول الام كذلك قالت راه دائما بنتي تتخرج بهاد الطفل هذا، دائما الام زعما راه تعطيه ليها شي حاجه عاديه، علاش هاد الام دائما تتعطي هاد الطفل لهاد السيده هادي اللي جارتها؟ علاش هاد السيده هادي دائما تدي معاها هاد الطفل؟ قولوا لي علاش، اشنو الاسرار اللي باقي حنا ما عرفناش ما بين هاد الجوجات هادو؟ واش المخافيه كان اعظم؟ واش غادي نتصدم اخوتي؟ راه غادي مهما كان راه واحد الام اللي هملات الولد ديالها، راه واحد الام اللي بطبيعه الحال الا جيتي سولتي اي ام غتقول لك انا ما غاديش نعطي ولدي يسافر مع الجاره ديالي، ما يمكنش اخوتي هادي ما تدخلش العقل. في الوقت اول لقاء صحفي رجعوا اول لقاء داروا الاخ يوسف مع هاد الام هادي، قال لها كيفاش انت ارتحيتي ونعستي ومشيتي نعستي والطفل ديالك ما متواجدش في البيت وماشي في الاحضان ديالك، وبدات تتمتم. اه اخوتي علاش، علاش هاد السيده هادي تتسلم هاد الولد ديالها لهاد السيده ودائما خارجه بيه؟ علاش؟ واش انا ولدي هاد السيده اقسم ما جات غتخرج ليا بغيت تقول لي راني دايه ولدك معايا صافي نقول لها بالسلامه هادي؟ ما يمكنش اخوتي انا كأم ما يمكنش. يعني حتى هنا راه كاين واحد الاهمال، واحد الاهمال اخوتي اللي كبير بزاف. وقالت الام ديالها انا بنتي ما عرفتهاش الحاله النفسيه وهادي. خالتي يا خالتي انا ما مستعطفاش مع بنتك، قلتي المغاربه زعما يوقفوا، لا خالتي انا ما مستعطفاش مع بنتك، بنتك سرقت واحد الطفل من الام ديالو، حنا ما عارفينش الجوانب والاطوار تاع هذه القضيه وما عارفينش اشنو كانت تما، يعني ما عارفينش حنا اش كان بين هاد الجوجات هادو، ولكن بنتك امام كل شيء راه سرقت واحد الطفل، وامام القانون راه واحد الجنايه، سرقه الطفل الاحتساس ديالو بزاف نتاع الحوايج كذلك داتو باش تسعى بيه. قلتي انت انا ما عرفتش بنتي شنو جرى بها، واش زعما كان شاده شي حد؟ واش هادي خالتي السيده اللي تعرف تفتح كونت، والسيده اللي تعرف انها تاخذ من الاب ديالها الملايين ومن خوتها الملايين ومن الجاره نتاع الام ديالها كذلك الملايين، وكذلك انها تاخذ واحد الطفل وتسافر به لمدينه، والسيده اللي تشد الفلوس وتحسبهم وتعرف شنو هي قيمه الفلوس، راه ما حمقاش خالتي وما عندها حتى شي حاله نفسيه، سيدة مصدومة
وحساب لها واش لا سكتات، واش ما غتاخدش الجزاء ديالها. سحب لها هي لزمة الصمت، صافي واش ما غتاخدش الجزاء ديالها. انا ما استعطفاش مع هاد السيده، حيت اللي قدرت انها تخطف ولد وتخطط الاختطاف ديالو، وكيفاش ديه من مدينه لمدينه، وكيفاش اختفى عن الانظار، وكيفاش تلبس النقاب باش ما تبانش، هادي راه عاقله وعارفه شنو تدير، ورسمه مزيان الخطه اللي غادا بيها وغاديه بالخطوات. وحنا ما عرفناش كاع المآل اش كان غيكون لها الطفل هذا من بعديه، ما عرفناش حنا اش كانت غدير بيه. الله اعلم، الله اعلم اخوتي. شهر هذا شفناها انها جالسه بيه في الشارع تطلب بيه، ولكن يعني اش كانت مخطه لها الطفل، الله اعلم، الله يعلم اخوتي، ما تيعلم بالامر غير الله. ولكن راه 26 مليون اخوتي اللي قالت الام ديالها انها في الكونت ديالها وما تحركتش. كذلك قالت الام ان ما كانش في راسها حتى هضرات مع ام الطفل اكرم، عاد قالت لها حتى انا راه مسلفاها 3 المليون حيت بقات فيا وقالت لي انها كونترادا ما كونترادا. يعني حتى الام تاع الطفل استلفاتها 3 المليون. اش هاد الملايين اخوتي اللي تيتشايروا؟ هاد السيده، هاد السيدة اخوتي اللي عارفة تشد الملايين وعارفة كيفاش تستعطف الاخر حتى تجبد منه الملايين، راه عاقلة جدا جدا، راه ما عندها حتى شي حالة نفسية. لا انا بنتي ترجع ليا كما كانت، وانا ما عرفتش بنتي اش طرا ليها، وما عرفتش بنتك عرفت كيفاش تخطط تسرق الطفل، بنتك عرفت كيفاش تستغل طفل، بنتك عرفت كيفاش تخطط وتحط في الكونت ديالها 26 مليون اخوتي، 26 مليون. بنتك انت تقول لك انا بغيت نشري البادار، وباها تقول لي انا بغيت كونترادا.